بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحن مركورة تعسيو ديريا دمان إهلادي يقرابدي يومد الصوماليات لباتة دي ما انتكرد عدي مقالة دا مقدشو اكس كنترول افكوية تاسع عدو يومد الصوماليات وكو قماضي أردي بضن وشام عدو السعودي يددكم مشغول سنة أرورتي وصاق الله حي رسقو دي إلي عرورتو هذا راشين ودونتان أرورتي ماشي سويمي دعضا دا سوحي دعضي ساكة تدبا دي يشان يتوان دقيقة كدب نوحا بوليس كسو غاري إسلقوبتي توان دقيقة كدب أنكونا وحانو نمي سيدي دي وحلا كيري دا هالكا كدع دي يبا حد إلا كيد يشرقال كوين تولاكا يعيدا مدسي سوهر استاقين حالات أكرن وهذاك بيهيد وهذا فوالحن ونباهنيد إن لفيريو كدب وحنو يمدوغ مقالة ويصوغوان نقدم بيمدو ترادا مركا لشيقي كري مسورة قل ماهين وقتك عي حالات اللي وجره إن لشيقوا قران كرتا ميض إن كبدا تضباط القفوضة يكون انتين إن لي يراهم حواهين تاسا عدي بالسوي استاقه إن تاسا ديماتين مركا وحن نوصلهين وقتها صحة اه اللي شيقي كره اي ومد الصوماليات لو شيقي كره وحا حقائق جره ايان ولسوهينا نوصبتنا تاسا وقتها دي قلبت مركا نسوه اغني اسبتالة دي صوترينيم بالمرضا نسوه اغني اان ربينا ورشيقه تراد الصحة اه ادادك دون اي تضباطا اي الساقال قف ايا كل انت الى ساكا الى هدر وانا دعي كرتا قف يلا وي صدح يافر بينك وسي در سمان محايري ضد داوي عاشرة داوي عنا بغل يحوغا بوها ونصو كرميرني ونصو بوغني قلاها وسير هذا وقودي الله صاري وانا وان كمدها دوغ مقالة دون كمدها يا صومر صو كرميري إذا مدى بوليسك وميشك الشغينة يكوي كنترول كتشوغي يا أردي جامعة دو سعوتي وميشك مرسالة وباسار هيد يومد بدن ايا ميشا ساكو كوها لكن ستي وعدو قوطة لقلي وقوطة تعسيدين إن الدلك يددك با وحنو اللي مرلبات اللهم نحرست إلهي كنا دي حكو ورابيو عيدن كبوليس كالصوماليات ويا نفتو دايكا قردين تان سراكيل يسراكيل حيقين ميشا شغادة كتشوك تير يغن اي حاسس غادان تعسيبا ندير ايا وحين ادي دين باور كاسي انو مقالة صوادح قالوا وقران كرت الدلك حمر يغانا كنترول كافكو يميشو كياله marka sidaasan rabaad dadka inaa ugu bayaaniyo inaan yaani waqtiga munaasabka ah ee la sheegi karo waxa gaaray maamulka Camel Group of Company ayaa gaarsiiyay deeq lacageed oo ka ashaa in ka badan 100 qof oo qaba dhaawacyo ka soo gaaray qarixii xoogana ee ka dhacay Ex Control F gooyay dadka ay gaarsiiyeen deeqdan maamulka Camel Group of Company ayaa isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo dhaawacyada la dhigay isbitaalka Madiina ee Muqdisho dhaawacyada dadkan helay deeqda ayaa ah qaarkood kuwa dhaawacoodu uu culus yahay iyo kuwa oo fudud yahay maamulka Camel Group of Company ayaa dadka u kala gaarsiiyay sida ay u kala daran yihiin iyadoo dadka dhaawacyadu culus yahay ay siiyeen lacag dhan 300 iyo 200 oo dollar iyadoona maamulku ay ku sheegeen sababta lacagtan ay u gaarsiiyeen dadkani in ay tahay sidii kaalmo ay uga dhigan lahaayeen maadaama ay yihiin dad Soomaaliyeed oo u baahan gargaar bini'aadinimo maamulka Camel Group of Company ayaa ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed waxay ka dalbadeen in gargaar la soo gaaro dadka ku dhaawacmay musiibadii qaraxa ahayd ee ka dhacay Ex Control F gooye waxa ay noqonaysaa Camel Group of Company shirkadii ugu horeysay oo deeq lacageed gaarsiiyay dadka ku dhaawacmay qaraxa Maxamed Yaxye Jiino dalka TV.